بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، كيف حالكم؟ متذكريني؟ انا صاحبكم اللي زمان كنت اصور ردت بيت، من زمان قاطع اجازه، معليش سامحوني. عبد الله الناس ما متعود عليك، متعود عليك كيف؟ السلام عليكم، كيف حالكم؟ جماعه الخير، والله يمسيو، والله وحشتوني كلكم فردا فردا. كيف حالكم ان شاء الله بخير؟ الله يجعل ايامكم كلها خير وسعاده يا رب العالمين. الشوا تحسب ان انا نسيت؟ لا هو ما سوى شيء الموسم اللي فات، وصل ما يقدر يسوي شيء. شيبا الموسم هذا احذر من الاتي، احذر من الاتي يا شيبا. اليوم مباراة ودية، فريق اودينيزي ضد الهلال، بالتوفيق لفريق الهلال السعودي، ان شاء الله يفوزوا وان شاء الله. ايوه عبد الله، لو جاء مباراة رسمية لايكاتكم واشتراكاتكم، نبغى نوصل المقطع ل 50,000 لايك. من زمان ما صورت جماعة الخير. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، نبدأ. جنبكتي صار مهاجم ولا ايش؟ ايش هذا اللي فتره غايب عن تصوير ردات البيت؟ يا جماعه الخير ايش سويتوا من ورايا؟ زي ما انتم شايفين السيت اب مختلف، انا رجعت جده اجازه عند اهلي، الله يحفظ اهالينا جميعا ويرحم الميتين منهم يا رب العالمين، وباذن الله مباراه السوبر حنرجع للسيت اب اللي في الرياض، وباذن الله من اليوم عوده للمحتوى الرياضي. ما شاء الله يا القحطاني، ما شاء الله نيفيز، اوبا اوبا. ودية رسمية، الهلال يستمر في اسلوبه البايخ بس بيفوز. الله يا مجنون ازعج، ايش الاسيست هذا؟ هي اوفسايد بس سمت، ما شاء الله عاد طاير بوب لما تسلل. هذا الحكم نحتاجه، والله هذا حكم اسطوري، وطالب هذا الحكم في كل مباراة اتحاد. يا ابويا المخرج ليش مزوم على كرشة المدرب؟ يا مخرج، ما شاء الله لا قوة إلا بالله القحطاني، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. شوف السحبة، شوف السحبة، شوف التسديدة، ما شاء الله، لكن الحارس تصدى لها بإذن الله إنه لك مستقبل، وبإذن الله لك هدف هذه المباراة. ينقل كرة طويلة وأمامية وياسين، الله يا بونو، الله يا بونو، ما شاء الله يا الخروج الديما بونو، ليس خروج موفق، الخروج الديما بونو، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يلا دونيز، يلا دونيز. حمد الله الحين الهلال فريق ممثل الوطن في هذه المباراة الودية. ايوه يقول يلا دونيز، يعني سرع اللعب، انتوا على بالكم دونيز سجل هدف؟ الله يهديكم ويصلحكم، بس لا تسوء الظن فيا. رجع الشيبة، رجع الشاب للسبوره حقه، والنهايه معك انت، لا تخليني اكسرها على راسك، بس انا محترمك انك رجال كبير وشابه. محمد القحطاني، محمد القحطاني، هذه هدف، هذه ما فيها نقاش. لا 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 تسوي لي كذا ولا كذا، سافيتش اعطاك هديه. يلا معلش معلش، انتهى الشوط الاول، لايكاتكم واشتراكاتكم، الى نبدا الشوط الثاني. الله لا تخليني اغلط عليك يا شيبه. يا جماعه الخير معلش تاخرت، انا قعدت شوط كامل جاني في النوم، ما في اهداف، ما في يعني شيء مره خطير، بلشت اروح صليت رجعت هدف الهلال كيف؟ طيب مين سجل هدف وكيف سجل هدف؟ يعني هل انا كنت وجه النحس على الهلال؟ شوط كامل ما قدروا يسجلوا هدف، روح صليت في دقائق بس بوف هدف. اجل جالس لكم كذا، لا مباراة ودية عبد الله، ايش بك؟ يا ودنا يا زين، انتم كمان الله يهديكم ويصلحكم، كنتوا حافظوا على مرواكم. اي بونو كمان صار يسحب، الله الله يا الهلال، الله يا وصيف العالم. يلا يا هلال، يلا يا هلال، يلا يا تورنيدو، يلا يا تورنيدو. انا هدف اول ما شفته اتمنى الحين تقول مع الهلال ولا ضد الهلال؟ انا مع الهلال يا شباب، قلت لكم لا تظنوا السوء فيا. احنا يا اخوان هذه مباراة ودية، هذا رقم واحد. رقم اثنين، الهلال فريق وطننا الغالي قاعد يلعب ضد فريق ايطالي، فلازم نشجعه، بس انا ممكن اغير تشجيع لانه من اول قاعد اشجعكم ما سجلوا هدف، فلا تسجلوا هدف وانا ماني فيه، سجلوا هدف لو سمحتوا. الله لودي، انا ما ادري انت كيف قاعد في الهلال، الله يا لودي انت، ما ادري انت. اوب 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 اوب. لودي انقذ مرمى الهلال، حتى لو انقذ الهلال من هدف، لودي صراحه ماسك شيء على خيسوس. ما شاء الله والله ما شاء الله كذا كثير بانو، ترى هذا باب مرمى الهلال، انت لو واحد داخل باب بيتكم ايش حتسوي له؟ آه!
ما شاء الله يا بونو، ما شاء الله يا اخطبوط، ما شاء الله لا قوة الا بالله. شو ما شاء الله، يتصدى باليد، يتصدى بالرجل، يتصدى بكل شيء. انا ما استغرب يوم من الايام بونو شعره يتصدى، ما شاء الله لا قوة الا بالله. مش هيضيعها، مش هيضيعها. شوف شو عزيزي المتابع، كل ميشيل ايش الكره هذه سيئه. لا اله الا الله، اذن اذان عيشه وهذا بوجهي. لا اله الا الله، ادعي لك يا شيبه. يا اخوان اذن اذان عيشه عندنا في مدينه جده، وهلا هلا بالصلاه. تب الله يوفقك ويسعدك في الدنيا والاخره، حافظ على صلاتك. وانا انصح نفسي وانصحكم، الله يجعلنا مقيمين الصلاه ومن ذرياتنا، ربنا وتقبل دعاء يا رب العالمين. جاب السبوره ونادى مصعب الجوهر. الله يعينك مصعب الجوهر، حيقعد يزعجك في السبوره هذا ازعاج، لكن خلاص كبير في السن، مشينه ونشيله يا مصعب الجوهر، كان الله في عونك. يلا تورنيدو، تورنيدو انا دوي كنت بقول تورنيدو ترك، ما انت ظاهر تورنيدو يا افضل لاعب فاسي، فينك بالذات الشوط الثاني غير ظاهر سالم الدوسري. ما شاء الله لا قوه الا بالله، ما شاء الله لا قوه الا بالله. الظاهر واللي ما شاء الله تبارك الله اللي سارق الاضواء ديما بونو. في الانطلاقه والكره العرضيه ناجحه وراسيه وحارس المرمى يا الله يبعد الكره راسيه سالم الدوسري. انا ما متخيل وما مصدق انه سالم يضيع كره زي كذا، بس ما شاء الله ما شاء الله يا عرضية الجوير. اوه تورنيدو لو على الطائر بوب مقصية او ثبته بوب فجرنا. اه تورنيدو وعرضية حاضرة خطيرة والفرصة تضيع. ربي ستر، الدقيقة 86 كان ان يكون هدف التعادل على الهلال. يا هلال ترى هذا اخر مباراه وديه لكم، بعدها راجعين على الرياض، فحاولوا انه تكملوها فوز. المباريات الوديه للهلال كلها فوز باستثناء مباراه واحده خسر فيها. ميشا 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 القصير المكير، مين هو هو؟ ايش ذنبه المسكين، ايش ذنبه المسكين؟ ما اعرف ينطحها لانه عرضيه سيئه جدا. والله ما ادري صواب، انا مش اقسم مع ميشيل، اعتراف واضح وصريح. شايفين شايفين ها، حتى الحكم من كثر ما انه ميشيل كانت هجمته بايخه وضيعها، الحكم له المباراه. ما منك فايده انت، ما منك فايده قدام الاتحاد، ما ادري ايش يصير لك. والله اكبر عليك، بس انتهت المباراه، فوز الهلال. الف مبروك للهلال وجماهيره، وهي كانت اخر مباراه في المباريات الوديه لمعسكر الهلال. وخيسوس والفريق عائدين للرياض، الله يوصلهم بالسلامه. وكل مبارياتهم ما شاء الله فازوا باستثناء مباراه واحده خسروا فيها، واليوم في مباراه الاتحاد الساعه 10. الاتحاد باذن الله يفوز من امام ريال بيتيس. يا رب لايكاتكم واشتراكاتكم. السلام عليكم.